أكد وزير دولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور جرجاش أن تطورات الأزمة مع قطر تشهد نصف خطوة إلى الأمام واثنتين إلى الوراء. وأضاف جرجاش في تغريدة له أن مكمن المشكلة أن ألد أعداء قطر هي قطر ذاتها. وكان جرجاش قد أكد في تغريدة سابقة أن محاولات الدوحة المتكررة لشق الصف تهدف إلى التهرب من التزاماتها.